من جديد اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، لسه مكملين معاكم احتفالنا في ليلتنا النهارده من ليالي رمضان. حقيقه يعني ما اجمل الاحتفاء، سواء بالمدح سواء بقراءه القران الكريم، التهجد، كل هذه الامور الجميله اللي احنا بنحرص عليها في هذا الشهر المبارك. ممكن فقرتنا دي هنتكلم فيها عن المواهب اللي بتختص في الشعر بتاعها مدح في هذا الشهر الكريم، عشان كده منوراني الشاعره وفاء جلال. ورحب بيك يا فندم وتحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه ورمضان كريم عليك وعلى الاسره جميعا يا رب العالمين. وحضرتك بكل خير. عرفي حضرتك للساده المشاهدين يا فندم. وفاء جلال، شاعره فصحى، من محافظه المنوفيه، عضو نادي ادب اشمون، حصلت على جائزه النشر الاقليمي لعام 2020، وعن جائزه بنت الحجاز على مستوى الوطن العربي في عام 2021، وعندي ديوانين للعاشقين رؤى وطقوس الحب. ما شاء الله تبارك الله. من امتى وحضرتك عندك موهبه الشعر؟ من سنة دي تحديدا؟ وتقريبا من الابتدائي بدات اكتب كلمات موزونه ما كانتش تمت للشعر بصله، انما القراءه اثمرت يعني معايا فنمت موهبتي في الشعر. وبعد كده في أصدقاء عرفوني على نادي أدب أشمون، اتعلمت فيه البحور العروضية واتعلمت حاجات كتيرة، ده غير حبي للغة العربية. أنا معلمة، فمن حبي للغة العربية اخترت أن أنا أكون مدرسة لغة عربية رغم ان هي مش تخصصي، ودوت يعني كان سبب في أثمر في الشعر. ما شاء الله تبارك الله. رمضان مع الشعر اخباره ايه؟ اعتقد بيبقى ليه مذاق خاص تحديدا. اكيد رمضان مع الناس كلها ليه مذاق خاص، خصوصا مع الشعراء. رمضان الناس يعني كل الشاعر عموما بيحس بمشاعر غير مشاعر الناس العاديين، لانه كل حاجه بتاثر فيه. يعني الشاعر هو بيشوف الناس او بيختلط بالناس في رمضان، صله الرحم بتبقى بالنسبه له، بتبقى بالنسبه له حاجه كويسه في رمضان، يعني منبع للابداع. غير كده كمان قراءه القران والسهرات الرمضانيه، وفي الليالي الرمضانيه، ده غير المواقف الكتيره اللي بتجذبه للقراءه. اي موقف في الشعر بيشوفه بيكتب عنه. عايزين نرفع شعار قليل ومن الكلام كثير ومن الفن بقى في هذه الفقره، فنستمتع بشعر حضرتك. اول قصيده، رمضان موكب الغفران، صح كده؟ طوبى لمن صلى وقام بشهرنا، طلب النجاة بموكب الغفران. آوى اليتيم مكفكفا من دمعه، آوى اليتيم مكفكفا من دمعه، ضمن الجنان ورفقة العدنان. لم يتبع شرا بملء وعائه، وغدا يتوق إلى رضا الرحمن. رمضان يا شهر المتوبة والتقى، شوقي إليك يهز كل كياني، وأرى بعين الساجدين منازلا للصائمين على ربى رمضان. يتفيؤون الخير في هدي به، وينظفون كوامن الأذهان، وتدور ساقية الوداد بحبها، إذ لا شرور ولا وساوس جاني. تسقى من النبع الشفيف نفوسنا، وتزين الأسحار بالقرآن. وأنا بقلب ذوبته ذنوبه، كم يكتوي بمرارة العصيان. يرجو من الرحمن عفوا دائما، لينال حين الموت خير جنان. فلرب أفئدة ينير ظلامها حب لربي خالق الأكوان. علي أروم لشربة من كف من في هديه نور على وجداني، ويزيد سعدي
في الخلائق حينما ألجو النعيم بفتحة الريان. الله الله على حضرتك ما شاء الله، ده حضرتك اللي كتبني. أكيد. ما شاء الله تبارك الله. يمكن شعر الفصحى من يعني من أنواع الشعر الصعبة شوية، بتتطلب بخارج ألفاظ، تطلب لغة عربية، يعني كل ده إزاي بتقدري تجمعيه في قصيدة واحدة؟ هي الحكاية كلها إن الشعر يكون مدرك للبحور العروضية وعنده كفاية في النحو. بعد كده إنما إن الشاعر القصيدة المفتعلة عموما بتبقى ما بتخرجش من القلب، فهو بدم معاه الأدوات بتاعته خلاص، هو في أي موقف هيكتب من غير ترتيب ومن غير بدون يعني بدون أي استعداد، هو في أي موقف هيكتب لوحده. شهر رمضان بيبقى ملهم شوية للشعراء. أكيد. في الكتابة، في الاحتفالات، في الإيفنتات اللي ممكن تعملوها في هذا الشهر الكريم، في قصور الثقافة، في المسابقات. كلمينا عن هذه الأجواء بشكل عام، وإزاي بتثقل الشاعر، وإزاي كمان بتوسع المدارك المتعلقة بالعلاقات، وإنه هو يقدر يوصل الموهبة بتاعته والشعر بتاعه الجميل لأوسع ما. طبعا المبادرات اللي بتعملها وزارة الثقافة، وخصوصا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في اكتشاف المواهب، وإن الشباب والأطفال ده تنمية موهبة الشاب أو الطفل، قصور الثقافة بتقوم بيه عن طريق بقى إمدادهم بالمصادر العلمية، إمدادهم بالدعم المعنوي، دوت أهم من أي حاجة. إن الشاعر أو المثقف عموما اللي عنده موهبة لما بيروح لقصور الثقافة فهو بتسري عنده الموهبة، بيلاقي النقد، بيلاقي الداعمين معنويا ونفسيا، من خلالها بيعرف يسري موهبته. وخصوصا يعني بالنسبة لي أنا كنت راحة بيت الثقافة ما عنديش إلمام بالبحور، وجدت شعراء الفصحى أخذوا بعيدي لحد الحمد لله يعني ما ربنا وفق. جميل إن يكون في تعاون وفي روح جميلة كده ما بين الشعراء مع بعضهم البعض. أكيد. كلمين عن هذه الروح وإزاي بتدعموا بعض، وإزاي يعني بتساعدوا بعض في الأمور معينة. هو الشعراء بيساعدوا بعض في إيه؟ يعني لو مثلا أنا كاتبة قصيدة والصديق مرآة صديقه زي ما بيقولوا، فلو أنا كاتبة قصيدة مثلا وفيها حاجة وشعراء زمايلي شافوها، يعني مثلا شوفي دي تاني. هو النقد مش إلزامي، مش إلزامي يعني، ممكن شعر يلتزم بيه أو ما يلتزمش، بس لو أنا شايفة رؤية الناقد اللي قدامي صحيحة أنا بعدل وبراجع القصيدة مرة واتنين، إيه المشكلة في كده. ده غير بقى إن إحنا بندعم بعض بالكتب، لو عندي كتاب وحد من الأصدقاء عايزه نفس الحكاية، استعارة الكتب بقى ديت أهم حاجة. طبعا دي أهم حاجة، القراءة والاطلاع ده مهم جدا للشارع، ده يعني زي ما بيقول كده المخزن بتاع الحروف والمرادفات بتاعته اللي بيستعين بيها في الشعر بتاعه. قصور الثقافه بتلعب دور كبير في تنميه الموهبه، في الابداع، في اكتشاف برضه الشعراء والموهوبين في هذا الامر. ايوه اكيد. نعم. ازاي يعني نشجع على هذا الزخم اللي تقوم بيه قصور الثقافه من وجهه نظر حضرتك كشاعر؟ هل عن طريق فقط المسابقات ولا عن طريق ايه؟ في الندوات الاسبوعيه والامسيات اللي بتعملها قصور الثقافه، كل قصور الثقافه ليها ندوه، كل قصر من قصور الثقافه ليه ندوه اسبوعيه. في الندوه ديت موجود شعراء، نقاد، روائيين، كاتبوا قصة، بيحضر مستمعين، بيحضر مواهب شابة، بيحضر الشعراء. من خلال الندوات ديت بيكون في إسراء للثقافة. كمان التعاون بين وزارة الثقافة والوزارات الأخرى والتعاون بين قصور الثقافة وبعضها، ده بيسري جدا اللغة عند الشعراء وعند الموهوبين. حابين نسمع بقى قصيدة النهاردة يعني برضو تانية في رحاب الكعبة، صح كده محضرها لك؟ هي القصيدة ديت طبعا كلنا بنستمع لصلاة التراويح، وخصوصا بقى لو كانت بصوت الشيخ السديسي، فأنا كتبتها طبع خاصة. أيوة. فضلي. وتأوي إليك دموع الحيارة
وقلبي بقربك يرجع تمارا، أشد الرحالة وفي كل فوج أطوف بعشق له القلب سارا، ومنك إليك أهيم بصدق بشوق شغوف يجوب المزارة، فأين وكيف تضمين روحي وجلمود قلبي ذاب انصهارا، ببكة طافت جوارح عبد أنابت لربك ترجع اعتذارا، على كل ذنب أتته بعلم وعن كل سوء به العقل دارا، دعيني أحدث عنك الليالي وأحيي وتينا يهاب احتضارا، فيا نور درب لجنات عدن عادت لقلب الهدى فاستنارا، ألا ليت جسرا من الحظ يدنو أقبل في البيت ذاك الجدارا، ألبي لربي وأسعى بسعد بغفران ذنبي أنال الفخارة. تمام خلص. أنا يعني من جمالها مش عايزة تخلص والله، ما شاء الله تبارك الله. خلينا نتكلم برضو عن جزئية مهمة جدا، وتحديدا يعني الشعراء اللي بيأثروا في الشعر، يعني زي حضرتك مين من شعراء الفصحى اللي أثروا في حضرتك وبتحبي تقرأي لهم وبتحب ان انت توصل للمكانه بتاعتهم ان شاء الله في يوم من الايام؟ انا متاثره، بحب جدا امير الشعراء احمد شوقي، بقرا للمتنبي، بقرا لشعراء كتير جدا، بس اكتر شعر اتاثرت بيه هو شعر محمد التهامي محافظه المنوفيه، رغم اني ما التقيتش بيه لكن وصلتني دواوينه، شاعر اتمنى اني ربنا يكرمني واوصل لمنزلته ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ما شاء الله عند حضرتك المقومات، فان شاء الله تصل الى هذه المنزل. ربنا يكرمك. شباب الشعراء في بدايتهم تحب تنصحيهم تقولي لهم ايه؟ هو الشاعر لازم يكون عنده هدف بيسعى ليه، يكون عنده ادواته الشعريه، يكون ملتزم بالقيم والاخلاق ومبادئ المجتمع عشان يستمر ويكمل، ودي اهم حاجه ان هو يكون عنده ملتزم بقيم واخلاق وعنده هدف ومشروع بيسعى لتحقيقه. شايفه ايه اكتر التحديات اللي بتواجه الشعراء دلوقتي؟ اول حاجه بالنسبه للمراه عموما، يعني انا اتكلم عن المراه الاول. بالنسبه للمراه التحديات اللي بتواجه المراه، ان الشعر بالنسبه للمراه المجتمع الشرقي عموما او المجتمع الريفي في البدايه كده بينظروا للمراه الشاعره استغراب شويه، مستغربين يعني ايه شاعره، يعني ازاي يعني هتخرجي وهتقولي شعر وكلام؟ رغم ان المبدعات كثيرين كثيرات من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول يامر الخنساء بانشاد الشعر. فاذا كانت المراه متمسكه بهدفها والحاجه اللي هي عايزه تعملها فهي بتستمر. صحيح. لو تخزلت من البدايه فخلاص هي قطعت مسيرها عندها. انما لشباب الشعراء عموما اللي بيواجههم ان المنصات الاعلاميه عموما ما بتستقطبش الشباب، بتستقطب الكبار. لا احنا والله بنستقطب لا الشباب اكيد انا لا بعيدا عن قناه حضرتك يعني انا بتكلم عن الصالونات الثقافيه والكلام دوت. لازم يكون في دعم لازم طبعا. ايوه يكون دعم ويكون في كمان تضافر بين الشعراء الكبار والشباب عشان تكتمل المسيرة. المواهب الشعرية موجودة ما شاء الله في كل الريف المصري جداً. ويمكن حتى لو استغربوها لكن لما بيسمعوا الشاعرة الريفية بيقدروها، خاصة لما تكون مثقفة وحتى تقول شعر باللغة العربية الفصحى زي حضرتك، فده شيء جميل في حد ذاته. أتكلم عن الحداثة والتكنولوجيا إزاي أضافت للشعر من حيث تنوع الثقافات، يعني أكيد حضرتك بتحبي تسمعي لشعراء عرب من جنسيات مختلفة، ده سهل لك الدور موضوع السوشيال ميديا، موضوع الحداثة والتكنولوجيا بشكل كبير، وأضاف لحضرتك أنت كشاعرة ولا إيه من وجهة نظر حضرتك؟ هو التكنولوجيا أضافت الانتشار الإعلامي والتعرف على شعراء بقى من كافة الدول، وخصوصا شعراء اللغة العربية، لأن اللغة العربية في كل الدول يعني منتشرة في كل الدول، وشعر الفصحى عموما مفهوم لكل الدول. ف
وده كان سبب كويس ليا في الانتشار الاعلامي، واني اصور مع قنوات خارج مصر عن طريق برامج الزوم وسكايب، فكانت بالنسبه لي انتشار اعلامي كويس جدا، وتعرف على ناس وتعرف على ثقافاتهم وتعرف استفيد من خبرتهم طبعا، ودي حاجه مش قليله يعني. الخطه اللي وضعها في حسبان حضرتك كشاعره والهدف اللي حابه توصلي له ان شاء الله؟ اولا انا ما عنديش هدف شخصي لنفسي، انا كل هدفي انا النادي اللي انا نشات منه اتمنى له ان هو يكون في اعلى المراتب ويكون متصدر ثقافيا وعالميا على مستوى الجمهورية، على مستوى الوطن العربي، ان هو يخرج شعراء يتسمع بيهم في كل الدول. وديت اهم حاجة، ان النادي او بيت الثقافة ان هو يخرج شعراء في يوم من الايام هيقولوا احنا خرجنا من نادي دوت او من بيت الثقافة. حضرتك متجوزة صح كده؟ أكيد. عندك اولاد؟ معايا ثلاثة. ما شاء الله تبارك الله، بتزرعي فيهم بقى الموهبة ديت ولا في حد أصلا فيهم ما شاء الله ورثها؟ معايا بنتي هي حابة الإلقاء وبتكتب عمية مكسر. بس لازم بقى تحفزيها وتشجعيها عشان يوصلوا لمكانة مامتهم إن شاء الله في يوم من الأيام. بيحبوا أولادك بقى يسمعوا من حضرتك وزوجك ما تكتبيه من شعر؟ أكيد، هم بيحفظوا أكتر مني أنا. ما شاء الله. تكتبي وهم يحفظوا على طول. لا أنا ما يعني ملكة الحفظ ضايعة عندي، فهم ما شاء الله أنا بلاقيهم حافظين أكتر مني كتاباتك. أيوة ما شاء الله كويس. بيحفظوا هم ما شاء الله، وعندي ابني ما شاء الله ناقد رهيب، فلما اقول قصيده يقول لي ماما راجع البيت دوت مش عاجبني. ما شاء الله. عنده كام سنه؟ هو في اولى ثانوي. ما شاء الله، ربنا يخليك كل اولادك يا رب العالمين. الله يكرمك. حابه تشوفيهم في المكانه بتاعتك ان شاء الله، في الموهبه بتاعتهم زي حضرتك في الشعر؟ اكيد، واحسن ان شاء الله، ربنا يكرمهم ويوفقهم في حياتهم. والله بابا مبسوط جدا لما بلاقي كده اسره حريصة على القيم وعلى الأخلاقيات وعلى أن هم يتناقشوا في موهبة عندهم. هذيك الموهبة أعتقد بتزين البيت في أوقات، يعني سواء أوقات الأساسية أو أوقات الفراغ، بموهبة حضرتك، وتلاقي النقاش ده في حد ذاته بيثري الجلسة وبيضيف للأبناء في المراحل العمرية. أكيد طبعا. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليك يا رب العالمين. حضرتك طيب، كل سنة وحضرتك رمضان طيب. يعني واخدك شويه رمضان عن الفطار وعن السحور، ومنك ربه المنزل والشعر بتاعك عن موهبتك، ولا بتقدر توازني ما بين كتابتك لشعرك وموهبتك وبين شغل بيتك؟ هو الشعر مش محتاج شريك، هو الشعر ساعه ما بيجي وقت ما بيجي بسيب كل فيد. لا والله، ممكن وانا ماشيه في الشارع جف في دماغي حاجه بفتح التليفون واسجل، ولما اوصل اكتب اكمل بقى. انما الشعر هو ملوش معاد، وقت ما بيجي الوحي ملوش معاد بصراحه. ربنا يوفقك. الله يكرمك. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب. كريم على حضرتك والاسره الكريمه، وان شاء الله تصلي لاعلى المراتب في الشعر، وربنا يعني يجعلك دايما ان شاء الله يعني مثمنة على هذه الموهبه وتصل لمرادك باذن الله. الله يكرمك، الف شكر لحضرتك. حضرتك طيب. كل سنه وحضراتكم طيبين وبالف خير وصحه وسعاده. كل سنه وكل مجتمع مصري اصيل محافظ على عاداته وتقاليده، وتحديدا في هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، كل سنه وانتم دايما متجمعين متحابين في المولى عز وجل. خلصت حلقتنا النهارده من ليالي رمضان. مشاهدينا الكرام، انتظرونا ان شاء الله في لقاء اخر. تحيات فريق العمل وتحيات عاصم الشندويلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.